أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يا ذئاب كنعان، أنا أناديك، أنا أناديك، هل تسمعينني؟ لما أنت ساكتة؟ أبي، وهل تقدر الذئاب على الكلام مثلنا؟ كلا يا بني، لكن الذئاب سوف تذعن لي وتنزل عند أمري بمشيئة الله. انظر، انظر، ها قد جاء ولدي. أي مهلكة أوردتم فيها أخاكم يوسف؟ لماذا لا تجيبني يا لاوي؟ قلنا لك إن الذئب... أنتم تكذبون! لقد أنكر الذئب وقال إنه لا علم له بيوسف. الذئب؟ ولكن أبي، كيف يستطيع الذئب الإنكار؟ أنا سمعت كلامه، لقد حدث أبانا، قال إنه لم يفتك بيوسف أبدا. اعترفوا بما صنعتموه بيوسف قبل أن يفوت الأوان، لا زالت الفرصة سانحة. الحقيقة لا تعد ما قلناه سابقا، لقد فتك الذئب بيوسف. لا تفتروا على الذئب، ما نزل بيوسف كان بأيديكم يا ذئاب الإنس. توبوا إلى الله وأفشوا حقيقة ما جرى. إن الله لا يفتح باب التوبة لأي كان، لا سيما لأولئك الذين قلوبهم كالحجارة. وداعا يا مالك، على أمل اللقاء. وداعا.
عن إذنك. تفضلي. استدعوا إلي يوزرسي فوراً. نحن معا منذ بضع سنين، وقد أيقنت أنني لن أرزق بولد أبدا، ولم أشأ أن تظلي محرومة من نعمة البنين لعلة في زوجك. لم يمض على زواجنا سوى بضع سنين يا مولاي، فما أدراك أننا لن نرزق بولد في قابل الأيام. ثم إن مودتي واحترامي لإله الحاكم بوتيفار خالصة، ولا تشوبها رغبة الأمومة. لا يعتريني الشك أبدا في خلوص مودتك تجاهي، ويوزرسيف كان مكافأة لك على خالص المودة لي. علمت أنه سيسرك أن تتخذي ولدا مثل يوزرسيف ابنا بالتبني. لا شيء يدخل السرور على قلبي مثل حبك إياي، ويوزرسيف سيكون مكرما عندي لأنه هدية منك. إذا حدث ورزقنا بولد ذات يوم، فهل ترينه سيكون جميلا وجذابا مثل يوزرسيف؟ ربما، لكنه ولا ريب لن يكون فطنا ونبيها مثله. ماذا صنعت حتى تبالغ السيدة زليخة في مدحك وتمجيدك؟ الحيلة التي استعملها اليوم يوزرسيف لكشف هوية سارق الذهب أذهل جميع من في القصر. يا مولاي، يكاد لا ينقطع الحديث في جنبات القصر عن مبلغ فطنة يوزرسيف. يقول الجميع إن يوزرسيف كشف أمر نينيفر كابتا فسجن. لقد برهنت منذ اليوم الأول على أنك جدير بأن تكون ابنا بالتبني للسيدة زليخة. سمعت بنفسي أنهما قررا أن يتخذاه ولدا لهما بالتبني. زليخة؟ زليخة رضيت أن تتخذ يوزرسيف ابنا بالتبني؟ لم تقل شيئا، لكنها بدت موافقة. حقيقة الشائعات التي سمعتها سيدتي؟ لا علم لي بها، لكن أظن أنها تتعلق بيوزرسيف. هل حقا قررت أن تتخذيه ولدا بالتبني؟ خيار جيد، أليس كذلك؟ لكن هذا يتعارض مع تقاليد أبائنا وعقيدة أهل مصر. يوزرسيف شخص أجنبي من العرق الأدنى، ولا يليق بابنة أشراف مثلك أن تتخذه ولدا. متى اتخذته ولدا سيعلو ذكره وسيصبح ذا مقام رفيع. وماذا عن إيمانه ومعتقده؟ ما أدراك أنه ليس عدوا لأمون ومعارضا لديانة أهل مصر. ما أغرب ما تقولين. الشتول الفتية طيعة ومرنة، ويسعك أن تقومي اعوجاجها بيسر. أنصحك بأن تصرف النظر عما عزمت عليه، هذا ليس في صالحك. اتخذت قراراً لا عودة عنه، وأدعوك أن تؤازريني عوض أن تسمعيني كلاماً محبطاً. إذن سأرمي آخر ما في جعبتي. لقد قصدت اليوم ساحر معبد آمون سيدتي، وأعطيته اسم وأوصاف يوزرسيف. هل تعرفين ماذا قال؟ قال لي إن هذا الولد عدو لزليخة، وإنه سيكون سبباً في دنو مقامها وسيبغض الآلهة إلى قلبها. وقال أيضاً إنك ستعرضين عن الآلهة وتنصرفين إلى عبادة إله آخر. أي كلام تافه هذا الذي ترددينه؟ هو
هو لا يعد كونه ولدا، ويسعني منذ الآن أن أعلمه وأربيه وأنشئه وفق ما أهوى وأرغب. هيئيه بدءا من الغد ليحضر عندي كل يوم. أريد أن أعرفه إلى تقاليد أهل مصر وأن أعلمه شرائعهم. ساعديني في هذه المهمة. لم أقل ما قلته إلا بدافع الحرص. سأفعل كما تريدين سيدتي، ولكن إياك أن تلوميني على التقصير في النصح. جئت لأخذ غداء الحاكم بوتيفار. لا طعام ولا كلام حتى يحضر يوزر سيف. عهد إليه بمهمة تعداد واختيار الأطعمة. ما أسرع ما تسلل إلى داخل البلاط. علمت أن بوتيفار وزليخة يودان أن يتخذاه ولدا لهما. تنحوا جانبا، تنحوا جانبا. تعداد العاملين والمقيمين في القصر محفوظ عند يوزر سيف. لا تعطي أحدا طعاما أكثر مما يقرره يوزر سيف. عشرون وجبة لحراس القصر. عشرون وجبة. عدد كهنة المعبد لا يتعدى 5 أنفار، فلماذا 20؟ هل تريد أن تحرم آلهة المعبد من الطعام؟ لم أرى آلهة تمد أيديها إلى الطعام. لا، أنت مخطئ. أوليس يتوجب علينا أن نقدم أرزاق الخلق للآلهة حتى تبارك لهم فيها؟ ومن الذي سيأكل هذه الوجبات الزائدة بعد أن تتفضل عليكم الآلهة وتبارك في الطعام؟ الطعام الذي تباركه الآلهة يكون من نصيب الكهنة وخدام معبد الآلهة. هذا يعني أن كل كاهن يأكل 4 أضعاف ما يأكله الآخرون. وهذا يفسر كيف أن كهنة المعبد دائما أشد سمنة. الكهنة وأقاربهم يزدادون سمنة يوما بعد يوم بذريعة بركة آلهة المعبد، في حين أن سواد الكادحين في القصر بالكاد يأكلون. أجل أنت محق. وماذا لو لم تبارك آلهة المعبد طعامنا نحن العبيد؟ لعل الطعام سيصبح فاسدا داخل أمعائنا. كف عن ذلك. إذا كنتم تتجاسرون على خدمة المعبد، على الأقل احترموا حرمة آلهتها. هيا. لقد انسلت هذه الساحرة وذهبت لتجيد اليوزر سيف. مكتوب أن عدد كهنة المعبد والعاملين فيه لا يتعدى 5، لذا تصرف للمعبد 5 وجبات. لا دخل لك بهذه المسائل. سنستوفي اليوم 20 حصة كما كنا نفعل في الماضي. اليوم أعطي الكهنة ما يطلبونه، ريثما أعرض الأمر على المحترم هونيفر. سبحان الإله الذي أذل الكهنة. لم يجرؤ أحد حتى الآن أن يعترض على جشع هؤلاء. أحسنت بني، أحسنت. بداية فضح نينيفر كبتة، والآن فضح هؤلاء الكهنة. أرأيتم كيف صنع هذا الولد بنينيفر كبتة وساقه إلى السجن فورا؟ إنه ولد فطن وجريء. جاء هونيفر.
كيف تجري الأمور يوزرسيف؟ هل واجهت مشكلا ما؟ كلا يا سيدي. يوزرسيف تشاجر مع بعض كهنة المعبد، أراد أن يحول دون طمعهم. كلمة ما كانت هنا ورأت ذلك. يخيل إلي أنها وسائر كهنة المعبد يدبرون مكيدة لهذا الولد. هل طعام عالي المقام جاهز؟ بلى أيها المحترم. هاته ولنذهب. تعال معي يا يوزرسيف. لم تكن حاضرا حتى ترى المقيمين في القصر وهم يسخرون منا. وانحاز إليه جميع العاملين والخدم. لقد عمد بوتيفار إلى ولد وجعله أمينا على توزيع الطعام للمقيمين في القصر. هنفر نصبه في هذا الموقع. لا شك في أنه يكفر بآلهتنا ويأبى السجود لها. إذا كان الأمر كذلك فلن أسمح له بأن ينجو بنفسه أبدا. سوف أكلم بوتيفار والسيدة زليخة بخصوص هذا الولد، لا تقلق أبدا. يوزرسيف، يوزرسيف، هذا أنا. نيميسابو، ما الأمر؟ ماذا تفعل هنا؟ هل حقا أنك كافر ولا تعبد آلهتنا؟ ماذا تقصد بكلامك؟ قبل قليل سمعت الكاهن خوفو يكلم خادم المعبد ويقول له أنه سيسعى في قتلك إذا ثبت له أنك لا تسجد لآلهتنا. لن يصيبني مكروه أو سوء إلا إن شاء ربي. قل لي، هل أنت كافر؟ خذها عني كلمة واحدة، أنا لست كافرا، بل أعبد الإله وأسجد له. عن أي إله تتحدث؟ عن إلهك أنت، إلهي أنا، إله العالمين. حسنا، لقد سكن روعي. هل تعلم أن الله بعثك لأجل أن تنقذني وتخلصني؟ تكلمني؟ لا لا لا، كنت أحدث نفسي. لا عليك، اذهب. هل تأتي لكي نلعب؟ حسنا، سآتي. ليتك كنت حاضرة حتى تري عمال القصر وقد انحازوا إليه وراحوا يهزؤون بالكهنة. ولكن كيف يسع ولدا صغيرا أن يهزأ ويسفه كهنة معبد الآلهة؟ صار يشهر بهم قائلا إنهم يستوفون الطعام باسم الآلهة فيأكلونه ليزدادوا سمنة. سأفاتحه بالأمر وأعاتبه. لا ريب عندي سيدتي أنه يكفر بالإله أمون ويأبى السجود للآلهة. مولاي بوتيفار ينتظرك مولاتي، فقد حان وقت تناول الطعام. راقب هذا الولد جيدا، إذا أثار حنق سادة المعبد فستكون حياته عرضة للخطر. أحسنت، هذا لذيذ جدا. هي وصفة جديدة؟ إنه طعامكم المعتاد يا عالي المقام، لم نضف إليه شيئا غير قدر يسير من المحبة والود. ما كنت أعلم أن المحبة والود يطيبان الطعام إلى هذا الحد. هذا من حسن ظن آلهتي ومولاتي زليخة. ولماذا لم نتذوق طعامهما في طعامنا من قبل؟ لأن يوزرسيف لم يكن موجودا من قبل.
يوزرسيف، أتجيد علم السحر بحيث تنجح في استمالة قلوب الآخرين نحوك؟ علم السحر؟ لا سيدتي، وما هو السحر؟ هو لا يلتزم إلا سبيل الحب والحنان، لا حاجة به إلى السحر. إضافة إلى تواجده في مطبخ القصر سوف يكون المباشر الخاص. بالوقوف والتفرج، تعال وساعدنا في العمل. أصبح يوزرسيف مباشر الطعام ومعد سفرة الحاكم بوتيفار. لم يعد يسمح لي بأن أتدخل. هل بدر مني ما أثر حفيظتك؟ وكأنك لا تعرف، منذ مجيئك إلى القصر وأنت تدمر كل ما بنيته طوال سنوات، ليتك تعلم العذاب الذي عانيته لأستحق منصب المباشر. يخشى أن يسرحوه لمزارع البردي أو إلى مناجم الصخر. فليصفح الله عني. اعذرني إذا كنت قد أسأت إليك عن غير قصد. سأسعى جهدي لأعوض عليك. لا تقلق أرجوك. عالي المقام، مولاتي زليخة حضرت. الكاهن المحترم جاء يتحدث إلينا؟ ما يبعث على الأسى أنه وصل بنا الأمر إلى حيث بات ولد صغير يمسك بمقدرات المعبد. أظن أن الذي نقل إليكم الخبر قد بالغ في النقل. هذا الولد أجنبي ومسلكه يدل على أنه يكن العداوة والبغضاء لآلهتنا. أطلب إليك ألا تمكنيه من شؤون بلاط عزيز مصر. يوزرسيف لا يعد كونه ولدا، فأي عداوة سيكن لآلهتنا؟ أنت تعرف مدى حبي لآلهتنا العظيمة، فلا يخالجنك الشك أن أعداءها لن يطأوا هذا البلاط. أنت مولاتي إلهة من آلهة معبد آمون، وأنت أيضا إحدى زوجات آمون. ما يرجى منك يفوق ما يرجى من الآخرين. يوزرسيف ولد لا علم له بالمعابد ولا بآلهتها. أرى لزاما عليك أن تفاتح عالي المقام بوتيفار بالأمر. حسنا، لا بأس. عالي المقام، هل صدرت أوامركم بأن يعهد إلى طفل صغير ليقرر حصص من في القصر من الطعام؟ يوزرسيف يقتصر عمله على تعداد حصص الأقسام من على ورق البردي الذي دفعناه إليه. أردنا أن نفيد من إجادته للقراءة والكتابة لا غير. إذن لماذا حال بالأمس دون أن تصرف للمعبد حصته من الطعام؟ لم يفعل، وإنما تساءل يوزرسيف عن السبب الذي يبرر لخمسة من كهنة وخدام المعبد أن يأكلوا طعام 20 رجلا. وهذا هو بالمناسبة تساؤل وجيه. نحن كنا نلزم الصمت احتراما للآلهة ولكهنة المعبد. أن للولد أن يدس أنفه في شؤوننا. كهنة المعبد يرغبون بأن يستوفوا حصتهم وحصص الآلهة معا. من الذي أجاز لرجال المعبد أن يأكلوا حصتهم من الطعام ويستولوا على حصص الآلهة؟ لماذا أنت وأقرانك مضخمون من السمنة وسائر العاملين في القصر هزيلون؟ لما؟ أيها الحاكم بوتيفار، تنزلنا وسائر العبيد والخدم منزلة واحدة؟ نحن خدام آمون إله آلهة مصر العظيمة والخالدة. العاملون في هذا القصر هم عبيد آمون ويخدمون إلههم أيضا.
مع فارق أن خدم القصر يكدحون ويكابدون المشقات لأجل إرضاء آلهتهم، في حين أن كهنة المعبد لا يبذلون أدنى جهد في سبيلها، بل هم متفرغون تماما للأكل والتخمة. سأرفع تقريرا بشأن هذا التطاول إلى ألخمعو كبير كهنة معبد الإله العظيم آمون. مكانة يوزرسيف عندنا محفوظة، ولكن لا يجوز أن تثير حفيظة كهنة المعبد من أجله. ليس لأجل يوزرسيف، فالخلاف بين بلاط مصر ومعبد آمون تمتد جذوره إلى بضع سنين خلت. إن جشع وطمع سادة المعابد لم يعد يطاق يا مولاتي. لا شأن لي بهذه المسألة، لكن بصفة أحد آلهات معبد آمون سأحرص على أن أنشئ يوزرسيف نشأة يصير معها من أتباع آمون وليس من أعدائه. فليحيا الكاهن الأعظم في معبد آمون عالي المقام ألخمهو. قل يا خوفو أسمعك. تشرفت بالحضور بين يديك لأرجوك أن تعفيني من مهام الخدمة في معبد قصر بوتيفار سيدي. لماذا؟ أي شيء تراه قد حصل؟ في قصر بوتيفار يتعرض آمون وكهنته للتطاول والإهانة، كلهم كفرة، خصوصا بوتيفار الذي بات يسودهم في قلة الإيمان. لم تجب عن سؤالي بعد، ما الذي حصل؟ ثمة ولد عبراني يدعى يوزرسيف يجاهر بالعداوة لآمون وكهنة المعبد. إنه يؤلب الجميع ضدنا ويستهزئ بنا على مرأى العاملين والخدم. أنا لن أرجع إلى قصر بوتيفار ثانية. ترتعد فرائسك رعبا من ولد عبراني صغير؟ ظننت أنك تعتبر أمن حوتب وبوتيفار من أعداء المعبد. لم يدر في خلدي أنك أعجز من أن تواجه ولدا. لكنه ليس مجرد ولد. اخرس، يكفي. لم يجدر بك أن تغادر القصر قبل أن يفطنوا إلى خروجك. عد إلى القصر، نحن أحوج ما نكون إليك في قصر بوتيفار. نحن نعد العدة للإطاحة بسلطان أمن حوتب الحاكم المقتدر لبلاد مصر. فإذا بأحد أكابر كهنتنا يهزم في مواجهة ولد عبراني ويلوذ بالفرار من القصر. اذهب اذهب. المائدة عامرة وزاهية، هل زينتها بنفسك يوزرسيف؟ تعلمت من سياميني
يوزرسيف ولد فطن للغاية. مؤكد أن يوزرسيف ذر بما تعلمه إلى حد الكمال. روعة هذه المائدة قد أسالت لعابي، أستطيع بمفردي أن أبتلع فيلا بأكمله. أشكرك يا يوزرسيف. هل يجيد الفتى يوزرسيف أن يقرأ في كتب القصص؟ بلى، كما أنني تعلمت قصصا من أبي. هذا ممتاز، ستقرأ لي من كتب القصص تلك. قصص؟ الحاكم بوتيفار لا يخلد إلى النوم عادة إلا بعد أن يستمع إلى قصص. لم تجبني يا يوزرسيف. عذرا يا عالي المقام، ما الذي سيحل بالقارئ الخاص بكم؟ سوفر؟ سأعهد إليه مهمة أخرى. سبق لي أن شغلت منصب النادي الهوية، لا أريد أن أكون سببا في بطلة سوفر. هل يسعني أن أتقدم من الحاكم بوتيفار بطلب؟ أنا لا أحبك لغير حنانك هذا وللين قلبك. لعلك تريد أن تطلب إلي أن أعين كل من هويا وسوفر في مناصب أرفع. لا أقل من أن تعيد إليهما وظيفتيهما. أنا لا أود أن أسيء إلى أحد أو أن أزعزع مكانه داخل البلاط. لا تقلق أبدا، سآمر هونيفر أن يعين كل من هويا وسوفر في مناصب أرفع. ستصبح من اليوم أمين مكتبتي الخاصة وقارئي. ظاهر الأمر أن الحاكم بوتيفار أهداني يوزرسيف، لكن الحقيقة أنه يستفيد منه أيما إفادة. إذا لم تكوني راضية فلن ينجز يوزرسيف أيا من هذه الأعمال. كنت أمازحك لا غير، يوزرسيف سيؤدي أي عمل يرغب به رب هذا البيت. حري به أن يكون شاكرا لك على الدوام وألا يستغل لطفك الذي شملته به، أليس كذلك؟ سوف أبقى شاكرا وصاغرا أمام الله ربي. تعال معي. هذه المكتبة بمثابة كنز ثمين تطلب الحصول عليه مشقة. كل ما فيها من كتب قرأتها بنفسي أو قرأها علي القارئ سوفر. من أي كتاب يرغب المحترم بوتيفار أن أقرأ له؟ الليلة اقرأ لي من هذا الكتاب، إنه كتاب يحوي نبوءات عن مستقبل مصر. لا علم لي بهوية صاحب هذه المخطوطة، لكن ما يقوله فيها يستدعي منا التأمل. إن سطوة مصر ليست خالدة، والظلم المهيمن عليها لن يدوم. سيأتي يوم تنقلب فيه الموازين بمصر رأسا على عقب، فيستبدل الفقير والغني مواضعهما. وسوف يحدث هذا الانقلاب عقب نزاع دام. سوف يستولي العبيد على قصور سادتهم الأثرياء، ولن يعبد الإله أمون وسيكون منبوذا عند الخلق.
سيستولي الناس على السلطة ويقبلون على عبادة إله خير من الإله أمون. أصدقك القول يا يوزرسيف، لا أستبعد تحقق النبوءات، أما كيف فلا أعلم. ما الذي يجول في خاطرك يوزرسيف؟ أما أنا فأعلم كيف. لن يكون هذا الأمر إلا على يدي رسول من السماء أو مخلص آت من عند الله، وحده هو سيقدر على أن يطيح بعرش الظالمين والمترفين وأن يفضح آمون ومعه كل الآلهة المدعاة على ظهر هذا الكوكب. بلى، لا ريب أنني أعلم. أنت أكبر وأعظم مما تبدو لنا يا يوزرسيف. أين تعلمت هذه الكلمات؟ أنا لا أشك في أن تعادي الإله آمون فضلا عن أن تعبده أو تسجد له. آمون لا يعد كونه وثنا من صخر، وليس من الحكمة في شيء أن يعادي المرء صخرا. تعال واسمع، إنه يتأنف من اتخاذ آمون عدوا له فضلا عن أن يتخذه ربا يعبده. لو أن ألخماه الكاهن الأعظم سمع استهزاءك بإلهه لشنق نفسه من فوره. إياك أن تبدي حقيقة معتقدك أمام أحد، وبالغ في الحذر من زليخة فهي تغالي في حبها لآمون. يا عالي المقام، أود لو سمحت أن أسألك عن معبودك. فيما مضى كنت أعبد آمون، أما اليوم فلا أعلم. لا تفشي هذا أمام أحد. أنا أمقت كهنة معبد آمون مقتا شديدا. هل لي أن أسأل عن علة هذا النفور؟ سادة المعابد وقحون ومستبدون، يلتهون بتحقيق مصالحهم عوض أن يعملوا لمصلحة الشعب. حسناً، هذا يكفي، اذهب لترتاح.